اليوم قدمنا عن لهم مقترحات حول آلية فتح الجوامع، وإن تكن فتح جزئي كما حصل في مسألة فتح الجزئي لبعض الأماكن في محافظة كركوك، وكان هناك نقاشات مطولة ليومين متتالية. طبعا صحة كركوك واستنادا إلى قرارات الصحة المركزية الصادرة من خلية الأزمة في بغداد، واستنادا على ما موجود في أرض الواقع، إحنا محافظة كركوك تعتبر محافظة نظيفة والحمد لله وشكر، خلال آخر 10 أيام لم تسجل أي إصابة. اليوم محافظة كركوك نعتبرها من المحافظات تختلف عن بقية المحافظات، لذلك كان هناك مقترح مقدم من قبل مديرية الوقف السني بسماح لبعض الجوامع ضمن الشروط الصحية بفتحها، ولبعض يعني فتح حظر جزئي، لكنهم ما استلمناه من تقرير من الصحة قال إنه لحد يوم 6 رمضان نقدر نعطي الموقف النهائي. هناك اجتماع في 6 رمضان مع الصحة يبين موقف الوبائي النهائي في محافظة كركوك. اليوم أصدرنا بعض التعليمات اللي تخص هذا الشهر المبارك وآلية الاستفادة من هذا الشهر الفضيل من خلال توحيد الأذان، وكذلك رفع الشعائر والمحاضرات الدينية اللي تكون عبر طريق التواصل الاجتماعي، وكذلك سماعات جوامعنا والدروس والمحاضرات اللي تصدر من الجوامع. طبعا نحن ملتزمون بقرارات الصحة وكذلك القرارات اللي تصدر من ديوان الوقف السني في بغداد. اليوم ديوان الوقف السني في بغداد جزء من خلية الأزمة المركزية في بغداد، وهناك بعض القرارات رفعنا لهم مقترحنا، مقترحنا كان يتضمن اتباع الشروط الصحية في هذا الموضوع. كان هناك مقترح أنه نفتح فقط حدائق أو ساحات الجوامع، كذلك الالتزام بالأمور الصحية الصادرة من الصحة العالمية بابتعاد المصلي لمسافات الأمان أو المسافة الصحية، وكذلك لبس الكمامة وعدم السماح لأي شخص ما لابس كمامة أو كفوف بالدخول للجامع، والتعقيم وكذلك فحص عبر الجهاز الحراري، واستخدام البيوت التعقيم اللي يمر من خلالها المصلي، كذلك عدم السماح للأطفال أو النساء أو كبار السن من لديهم أمراض مزمنة أو نقص بالمناعة أو مناعتهم ضعيفة بالدخول للجامع. كان هذا مقترحنا، وحتى كان مقترحنا أنه يكون أنه صلاة لا تتجاوز 10 دقائق، فتح الجامع وقت الأذان وغلقها بعد الأذان مباشرة، كان هذا مقترحنا. حتى قلنا نقدر أنه تراويحهم يكون هذا يعني يكون سنة وليست واجبة، نقدر نصلي التراويح، لكنه كنا نأكد على مسألة الجمعة، والمسألة الجمعة بما أنه هناك حظر كامل هناك صعوبة بالتنقل ليوم الجمعة والسبت وحظر رسمي كامل. اليوم اتفقنا أنه هناك مدة حضانة للفيروس ومجموعة متفاوت من الوافدين اللي موجودين بالحجر في كركوك، نرى نتيجتهم النهائية وراح تصدر النتيجة النهائية خلال الأيام القريبة.